انطلاق مباحثات ثلاثية في النمسا لتشكيل حكومة ائتلافية. النمسا ترسل 4 ضباط إلى العراق ضمن بعثة الناتو. خسائر قطاع التأمين تصل إلى 2 مليار يورو بسبب الفيضانات. زيادة ضريبة الكربون بنسبة 20% من بداية 2025. ارتفاع وفيات حوادث الغابات إلى مستويات قياسية. والسجن مع وقف التنفيذ لسوري بعد تهديده لابنته بالقتل. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. وصل حزب النيوز إلى مباحثات مع حزبي الشعب والاشتراكي بهدف تشكيل الحكومة النمساوية، وعقدت الجلسة الأولى في قصر إبشتاين في فيينا. وأبدت زعيمة النيوز بياتا ماينر رايزينغا ترحيبها بانطلاق هذه المحادثات، وأكدت أن هدفها هو الوصول إلى اتفاق واضح. أما كان نيهاما رئيس حزب الشعب والمستشار الاتحادي فأعرب عن توقعه لإجراء محادثات منضبطة، واصفا المباحثات الثلاثية بأنها خطوة جيدة، ويسعى نيهاما والرئيس الاشتراكي أندرياس بابلا إلى اتفاق ثلاثي نظرا لأن التحالف الثنائي يمنح حزبيهما مقعدا واحدا كأغلبية بسيطة في المجلس الوطني. أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إرسال 4 ضباط صف إلى العراق ضمن بعثة الناتو التدريبية والاستشارية، وذلك بعد موافقة البرلمان النمساوي في يونيو 2023. وصرحت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا بأن استقرار العراق النسبي يستدعي دعم النمسا لمواجهة التحديات الأمنية، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وضعف المؤسسات مما يؤدي إلى الإرهاب والهجرة غير شرعية. وأكد وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ على دور النمسا كشريك موثوق للسلام الدولي، مشيرا إلى أن استقرار العراق ينعكس على أمن أوروبا، وستستمر هذه المشاركة لمدة 6 أشهر لتحقيق استدامة أمنية في العراق. بلغت خسائر قطاع التأمين في النمسا للعام الحالي ما بين 1.6 و 2 مليار يورو نتيجة الفيضانات والأعاصير الأخيرة وفقا لجمعية التأمين النمساوية. وقدرت البيانات الرسمية أن الأضرار المؤمن عليها جراء الفيضانات المدمرة في سبتمبر خاصة في ولاية النمسا السفلى تراوحت ما بين 600 و 700 مليون يورو. وأوضح ريمي فريغنود رئيس الجمعية أن التقديرات الأضرار لم تتغير كثيرا بعد 2 شهر من وقوع الأعاصير، حيث بلغ متوسط الأضرار المؤمن عليها سنويا نحو 1 مليار يورو، فيما تشكل الأضرار المؤمن عليها حوالي 40% فقط من الأضرار الاقتصادية الكلية التي تتجاوز 4 مليارات يورو. ترتفع ضريبة الكربون CO2 في النمسا اعتبارا من يناير 2025 بنسبة 20% لتصل إلى 55 يورو للطن بدلا من 45 يورو بهدف خفض الانبعاثات الضارة، كما سيجرى تعديل قيمة الكليما بونص كتعويض للمواطنين. وأوضح نادي السيارات النمساوي OMTTC أن تكلفة ضريبة CO2 على الديزل ستزداد بواقع 13.8 سنتا للتر، بينما سترتفع للبنزين إلى 12.5 سنتا للتر شاملة ضريبة القيمة المضافة. هذا وجرى تمديد تعويض ضريبة الديزل الزراعي بقيمة 7 سنتات لكل لتر حتى نهاية 2025. وقد ارتفعت أسعار الوقود في أكتوبر، حيث بلغ سعر اللتر لكل من الديزل والبنزين أكثر من 1.5 يورو وفق بيانات OMTTC. أعلن المجلس النمساوي للسلامة المرورية عن ارتفاع عدد وفيات حوادث الغابات في النمسا إلى 38 وفاة هذا العام، مع توقعات بزيادة هذا الرقم قبل نهاية السنة، حيث كانت الوفيات قد بلغت 36 حالة في العام الماضي. وحسب التقرير تتراوح أعمار الضحايا بين 18 و 82 عاما، مع غالبية تفوق أعمارهم 60 عاما. وأوضح المجلس أن العمال الأكبر سنا رغم خبرتهم يستهينون بالمجهود البدني المطلوب، فيما تتفاقم خطورة الحوادث بسبب العمل الفردي في مواقع معزولة. ونشدت يوهانا تراونا كارنا رئيسة قسم السلامة بزيادة التوعية وارتداء معدات الحماية لمواجهة المخاطر المتزايدة. حكمت محكمة سالزبورغ على رجل سوري يبلغ من العمر 49 عاما بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن هدد ابنته بالقتل إذا لم تعد إلى المنزل، مبررا تصرفاته بأنها جزء من ثقافته العربية.
وأقر الأب بأن ابنته البالغة من العمر 23 عاما كانت تخفي عنه مكان عملها الحقيقي وسافرت إلى أسبانيا مع مديرها وليس مع زميلتها كما زعمت. ووجه الأب تهديدات عنيفة لابنته معربا عن أسفه خلال المحاكمة وطلب بحق إسقاطها من نسبه، لكن القاضية رفضت ذلك موضحة عدم قانونية ذلك في النمسا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.